لا المسيره ما نهضرش عليها لان هضرت على راسها ديال الدراري ما بقينا ما نقولوا مع ما اخر. لا بدو انه هو هذه المسيره الناس اللي داروها داروا اخراج بائس، ومع الاسف الشديد عدد من المواطنين تغلطوا غلطوهم، والحمد لله ان المواطنين نفسهم تحلوا بالشجاعه باش يقولوا ها اللي قال لنا جيو، ها شنو قالوا لنا، ها شنو قالوا لنا غادي ديروا، مما بين بان هذه المسيره مصطنعه ولكن فاشله بشهاده الجميع. وزير الداخليه نفهم المسؤوليه ديالو على هذه المسيره هذه ما تعلم. انا نصدق وزير الداخليه. ومن مسؤول الخروج ديال السيراميد كان تم اتفاق مع الحزب؟ لا لا، هذاك سيراميد خرج كوزير العدل، هذيك مسؤوليته كمسؤول لا علاقه لذلك لا بحزب على التنميه ولا بالامانه العامه.